النشرة الصباحية من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، وصل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أشغال الدورة العادية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان السيد رئيس الجمهورية قد غادر أمس أرض الوطن متوجها إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أشغال الدورة العادية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. السيد الرئيس وبعد استماعه للنشيد الوطني استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية. وكان في توديع السيد الرئيس بأرضية مطاري الجزائري الدولي هواري بومدين الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية النذير العربوي. هذا وقد رافق سرب من صقور الجيش الوطني الشعبي من المقاتلات التابعة لقواتنا الجوية، رافق الطائرة الرئاسية في الأجواء الجزائرية لتوديع السيد الرئيس خلال التوجه نحو مدينة نيويورك للمشاركة في أشغال الدورة العادية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والدورة العادية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة موعد تجدد فيه الجزائر مبادئها الثابتة وقيمها الراسخة التي لا تحيد عن مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي، موعد يأتي قبيل تولي الجزائر مهامها كعضو غير دائم لمجلس الأمن الدولي ابتداء من العام المقبل. كمال سويق. منذ انضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة في 8 أكتوبر 1962، رسمت الجزائر معالم دبلوماسيتها على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واعتماد الحوار والطرق السلمية في حل النزاعات وتكريس المقاربة التنموية في بسط الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى نصرة القضايا العادلة في العالم. مبادئ ترسخت بعد ذلك لتصبح عقيدة ثابتة للدبلوماسية الجزائرية. هذا الثبات وهذه العقيدة الدبلوماسية الجزائرية توجت بكسب الجزائر لرهان عضوية غير دائمة على مستوى مجلس الأمن الدولي، نظير جهودها ونظير أيضا دبلوماسيتها التي حققت فيما مضى على مر مراحل تاريخية معجزات دبلوماسية على مستوى القانون الدولي وأيضا على مستوى أيضا مجموعة من القانون.
القضايا الدولية، أثبت جدارة الجزائر من خلال لعبها دور محوري ودور دبلوماسي في منطقة الساحل الإفريقي وخاصة أيضا في دوائر أمنها القومي. الرؤية المتبصرة للسيد رئيس الجمهورية إزاء الرهن الدولي والإقليمي وتباتي مواقف الجزائر ووضوحها جعل منها قوة إقليمية أهلتها بجدارة للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، لتواصل الجزائر من ذلك المنبر جهودها في تعزيز السلم والأمن الدوليين، انطلاقا من إصلاح مجلس الأمن والهيئة الأممية تحقيقا لنظام دولي أكثر عدالة. الجزائر المرتكزة على رصيد دبلوماسي حافل بالوساطات التي أثمرت حلولا واقعية ومستدامة لقضايا دولية استعصت لسنوات، كأزمة الرهائن الأمريكيين في إيران عام 1981 والصراع الإثيوبي الإريتري عام 2000، أصبحت اليوم مرجعا في الوساطة ومطلوبة للتدخل والوساطة. فبمرتكزات النخوة الجزائرية في نصرة القضية الفلسطينية أم القضايا، بنى السيد الرئيس بخطوات رصينة مسار جمع الفرقاء الفلسطينيين ليلتئم الجمع وتتوحد الكلمة والصف الفلسطيني في أرض الجزائر، في خطوة تؤكد المواقف الثابتة للجزائر إزاء القضية الفلسطينية العادلة. وضمن نصرة القضايا العادلة أيضا تجلت المواقف الثابتة للجزائر في دعم الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على أراضيه وفقا للوائح الأممية والشرعية الدولية. ثبات الموقف الجزائري على دعم ومساندة قضايا تقرير المصير ومساندة أيضا قضايا الشعوب العادلة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تعد جوهر العمل الدبلوماسي على مر سنين تطور السياسة الخارجية الجزائرية، يرتبط هو الآخر بقضية الصحراء الغربية التي تعد جوهر العمل الدبلوماسي على مستوى القارة الإفريقية وأيضا على مستوى الأمم المتحدة بما يتوافق مع القانون الدولي ويتوافق أيضا مع مجمل قرارات ومقررات الأمم المتحدة وأيضا مجلس الأمن الدولي. ومنطق الحكمة تجلى مرة أخرى في مبادرة رئيس الجمهورية لإيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر الشقيق، تجنب هذا البلد الجار والمنطقة برمتها العواقب الوخيمة للتدخل العسكري. المواقف المشرفة للدبلوماسية الجزائرية ألقت بظلالها على الأزمات في دول الجوار من خلال مرافقة الدول الشقيقة وعلى رأسها مالي من خلال اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر. مشاركة رئيس الجمهورية في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي في ظل سياقات جيوسياسية معقدة وتحديات دولية تفرض أكثر من أي وقت مضى تعزيز حضور الجزائر تكريسا وترسيخا لمكانتها القارية الإقليمية والدولية. تبعا للحركة التي أجراها السيد رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، أشرف أمس وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد على التنصيب الرسمي لوالي تلمسان السيد يوسف بشلاوي ووالي ولاية معسكر فريد محمدي ووالي ولاية سعيدة مرموري أموما. منال عبديش. العمل على تجسيد مختلف المشاريع والبرامج التنموية المسجلة ذات الأولوية بالنسبة للمواطن ورفع وتيرة إنجازها لدخولها حيز الخدمة في أقرب الآجال من بين أهم الأولويات في المرحلة الراهنة. أدعو إلى الحرص على التكفل بانشغالات المواطنين عبر كافة أنحاء الولاية مع التركيز على تجسيد العمليات الاستعجالية خاصة منها التزود بالمياه الصالحة للشرب. استغل هذه السانحة لأذكر كذلك بتعليمات السيد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير المنعقد يوم الثلاثاء الماضي بخصوص الدخول الاجتماعي ونحن نعيشه الآن، خاصة فيما يتعلق بتوفير المناخ السليم لضمان تمدرس أطفالنا. وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية دعا لضرورة دعم ومرافقة المستثمرين والتركيز على جهود ترقية القطاع الفلاحي على مستوى الجماعات المحلية. المجال الفلاحي الذي يشكل عصب الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي وأولوية قصوى لدى السلطات العليا، حيث لمسنا فيها تحسن مؤشرات خاصة فيما يتعلق برفع المساحات المسقية وربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء للرفع من عائداتها، فضلا عن مواصلة تطهير العقار
الفلاحي والمضي قدما في تجسيد كل المشاريع خاصة تلك الورشات المفتوحة وذات الصلة بالإطار المعيشي للمواطنين. تفعيل آليات جديدة ومبتكرة استراتيجية ستسمح بتوسيع دور الجماعات المحلية في المساهمة وبشكل كبير في المسار التنموي الذي تشهده الجزائر. أفاد بيان لمصالح الدرك الوطني بتمكن مصالح الدرك لولاية بجاية من توقيف الشخص المتسبب في الحرائق المندلعة ليلة أول أمس بعش الباز ببوليمات ببجاية. الأمر يتعلق بالمسمى تاء راع البالغ من العمر 56 سنة من ولاية بجاية، والدرك الوطني لا يزال يحقق في القضية. هذا وقد تمكنت وحدة الحماية المدنية مدعومة بوحدة الجيش الوطني الشعبي من السيطرة على معظم الحرائق التي اندلعت ليلة أول أمس في عدة غابات بولاية بجاية دون أن تخلف أي إصابات في الأرواح والممتلكات، فيما تتواصل جهود إخماد حريق بإحدى الغابات بمنطقة عش الباز ببوليمات ببجاية. عن كثب عبد السلام حباس. حرائق مست مدينة بجاية وبالضبط بوليمات في قرية عش الباز والقرية السياحية ساكت، ساهمت الرياح في انتشارها حسب شهود عيان. حنا نسوم لي زابيتون نسكنو هنايا اللي بدات على 6 لي بومبي راهم يسيو يسيو ويا كاين شوية الريح طالب شوية ساعة تروح بوليمات ساعة تروح هكذا الجهة تحت وجهة ساعة الأخرى باش نقولوا يا موك دموايا ماشي موك دموايا. أخي كنت توالي مابقاش مشى في 6 العشاء أرثورة مازال خسارة. الحمد لله فات وساد لي بومبي وساد لي جوندارم اثان تسيرات شخصين اثان زمرنا راه ابارامون اثان تشاولات عاود تختير ان شاء الله ديسات ربي يرحمه وان شاء الله غادي يهضر ربي ان شاء الله. وللحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم وكذا الحفاظ على الثروه الغابيه تم تفعيل المخطط المسطر لمواجهه الحرائق بتضافر جهود الحمايه المدنيه واواني الغابات مستعينه بطائرات الجيش الوطني الشعبي. سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية بجاية عدة تدخلات لحرائق الغابات، من بينها حريق عش الباز وحريق سوق التنين، حيث جندت مصالحنا كل طاقتها البشرية والمادية، وأولويتنا حماية الأشخاص والممتلكات، أين تم تدعيمنا بالريتال المتنقلة لبعض الولايات، محافظة الغابات، الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني ومصالح أخرى تابعة للولاية. سخرنا 4 طائرات. رغم ضبط هذه الحرائق تبقى اليقظة متواصلة تحسبا لأي طارئ. إلى تداعية إعصار دانيال الذي اجتاح المدن الشرقية لليبيا، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أزيد من 11 ألف ضحية ونحو 20 ألف مفقود. هذا وأكدت الأمم المتحدة أن 900 ألف شخص في ليبيا تضرروا جراء الفيضانات الأخيرة، فضلا عن اجتياح 300 ألف شخص في الأساس لمساعدات إنسانية. إلى ذلك يواصل فريق الحماية المدنية الجزائرية عمليات البحث وانتشال الجثث بمدينة درنا، وذلك بالاستعانة بفرقة الغطاسين المدعمة بالفرقة سينو التقنية للكلاب المدربة، بالإضافة إلى الوفد الطبي المرافق المتخصص في طب الكوارث، حيث تمكن فريق الحماية المدنية الجزائرية منذ بداية تدخلاته من انتشال 36 ضحية. في الشأن الدولي عقد أمس نشطاء الريف المغربي بالمنفى أولى اجتماعاتهم بعد تنظيمهم الحزبي الجديد. مكسب نضالي يأتي وسط أصواتهم المتعالية تنديدا بانتهاك المخزن لحقوقهم وحريتهم بالعاصمة الأوروبية بروكسل ببلجيكا. التغطية لعفاف بلهوشات في تقرير إلهام عشير. من قلب العاصمة الأوروبية بروكسل تتعالى هذه الأصوات لنشطاء الريف من منفاهم هذا، وهم يستذكرون بطولات أجدادهم في الذكرى الثانية بعد المئة لقضيتهم. الناس اللي ما كتعرفش الريف ولا القضية ديال الريف خصها تعرف واحد الشخص اللي هو تاريخي أو اللي كما وصفوه بزاف ديال
الكتاب والمؤرخين وعلى رأسهم الكاتب اللي الله توفى، الكاتب الفرنسي جيل بيغو، اللي قال عليه الرجل الذي صنع التاريخ والذي لم يدخل في التاريخ، بمعناه هو الزعيم والثوري محمد بن عبد الكريم الخطابي. واللي كيعرف هذا الرجل خصو يعرف باللي راه اسس جمهوريه في 1921 وبالضبط في 18 سبتمبر 1921. جمهوريه الريفيه كانت جمهوريه قائمه بذاتها، لها دستور، لها رئيس، لها برلمان، لها وزراء، لها حتى بنية تحتية التي لم تكن في المغرب في عهد الاستعمار الفرنسي. وتتزامن هذه المسيرات مع المأساة التي خلفها زلزال المغرب. ليعبر هؤلاء النشطاء عن خالص تضامنهم مع المنكوبين: نترحم على الأموات، وفي نفس الوقت نتذكر ونذكر أحبابنا ومواطنوننا بأن هناك يوم عرس لابد، يوم وطني لابد أن نفرح به كل سنة. من المبدأ الإنساني نتعاطف مع إخواننا في 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 المغرب وعلى رأسهم ضحايا، ونترحم على كل الذين ماتوا. لكن علي تأكيد شيء واحد أختي الكريمة، أن الذين ماتوا كان نسبة 50 إلى 60 إلى 70% بسبب موتهم هو السبب المخزن المغربي، المخزن العلوي الذي جعل هذه القرى حيث أصاب الزلزال يعني عبارة عن ألغام موقوتة في يعني في أي لحظة ستنفجر. الحرمان من أبسط الحقوق الاجتماعية والاضطهاد المستمر لأهل الريف من قبل النظام المخزني، صور يحملها هؤلاء ليرددوا صداها أينما كانوا. من 1956 وهذا النظام يقترف جرائم بشعة، من مذبحة أو مجزرة 58-59 حينما قتل واغتصب وأحرق، حرق حتى على الأرض، حرق حتى الأرض والحيوانات، إلى 84 حينما دفنهم أحياء في مقابر جماعية، 2011-2016 حينما اغتالوا محسن فكري ورموه في يعني حافلة الأزبال. والآن هناك جريمة وهي جريمة إنسانية يقترفها هذا النظام، وهو إبادة الشعب الريفي بطريقة أخرى وتسمى بالتهجير القسري. وقد قام يعني إغلاق جميع الأبواب لحدود الريف لكي يجبر الريفيين بطريقة وبأخرى أن يغادروا الريف حتى لا تتضح بأنها جريمة. كما اغتنم نشطاء الريف إحياء هذه الذكرى بالتفكير الجدي في دعم قضيتهم من خلال العمل السياسي عبر إنشاء الحزب الجمهوري الوطني. المبادئ الأساسية التي سيدافع عنها الحزب هو إعادة إحياء وإعادة الشرعية للجمهورية الريفية. نحن كأبناء الريف ما كنعتبروش يعني لا نعتبر أنفسنا أننا في مرحلة تأسيس الجمهورية. الجمهورية أسسها أجدادنا في 1921. نحن كأبناء الريف لسنا مع تقرير المصير، لأن تقرير مصيرنا السياسي قرره الأجداد بقيادة محمد ابن عبد الكريم الخطابي قبل 102 سنة. الحزب سيعمل في يعني في اتجاه إعادة الشرعية كما سبق وقلت، إعادة إحياء الدولة الريفية والتعريف بها على المستوى العالم، كما أننا كجمهورية الريفية موقعها الاستراتيجي يقع في إفريقيا، سندق على أبواب الاتحاد الإفريقي، سندق على أبواب كل الدول الإفريقية وعلى رأسها كما قلت الجزائر العظيمة، جنوب إفريقيا وكل الدول المعروف عنها أنها تقف بجانب كل الشعوب التواقة إلى الحرية والاستقلال. وسنتجه كذلك إلى أمريكا اللاتينية، يتضح بالملموس أنها دول تؤمن أيضا بتقرير المصير الشعوب والدفاع عن المصالح السياسية لمجموعة من الشعوب على المستوى العالم. وبعيدا عن أعين الإعلام، عقد اجتماعه الأول للأعضاء المؤسسين للمجلس الوطني للاجئين، وسيتم الإعلان عن مكتبه الوطني خلال الأيام المقبلة، وهذا من أجل تعبئة وحشد المجتمع الدولي حول قضيته.
وفي تداعيات الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من المناطق بالمغرب ووسط وضع إنساني مزر، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى نحو 3000 قتيل، فيما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 6000 شخص. هذا في ظل التأخر الملموس في جهود البحث والإنقاذ بعدد كبير من القرى النائية والمعزولة التي سجلت بها أضرار جسيمة وانهيار كامل للبنى التحتية، مع تضاؤل الأمال في العثور على ناجين محتملين وسط مخاوف من انهيارات صخرية. في الملف الصحراوي، دعت مجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الكشف عن الأسباب التي تعوق مكتبه عن زيارة إقليم الصحراء الغربية المحتلة خلال 8 سنوات الماضية. وفي ظل الصمت السلبي لمكتب المفوض، نبهت المنظمات إلى الحصار العسكري المفروض على عدد على الأراضي المحتلة للصحراء الغربية والاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال المغربي ضد المدنيين والنشطاء الصحراويين، منتقدة بشدة الممارسات التي تقوم بها لعرقلة الزيارات الميدانية للأمم المتحدة وآلياتها والمضايقات التي تتعمدها قوات القمع المغربية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. عودة إلى أخبار الوطن وإلى مجال الإبداع الثقافي، نرحل. الواحة الحمراء تيميمون التي تحتضن تفاصيل قصة الفيلم السينمائي زهرة والصحراء الذي ينقل إحدى أبشع جرائم الاستعمار الفرنسي المتمثلة في التجارب النووية بالصحراء الجزائرية. عرض الفيلم حضره كل من وزيرة الثقافة سوريا مولوجي إلى جانب أحمد رشدي مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالثقافة والسمعي البصري، بالإضافة إلى سينمائيين ونقاد وممثلين. فاطمة الزهراء بن فرج الله. من قلب الواحة الحمراء تيميمون تبدأ أحداث الفيلم زهرة الصحراء الذي تناول عرض قصة الطفل عباس استشهد والده في إحدى المعارك ضد الاستعمار الفرنسي في الصحراء الجزائرية. زهرة الرمال هي زهرة تكون من الكريستو من الكريستالات تاع الرمل وتتكون في آلاف السنين مئات السنين باش تتكون. بوغ موا لو شامبينيون اتوميك اللي صرا في الموضوع تاعنا هو اللي التجارب النووية تاع ركان، لي رادياسيون تاعو سي مثل زهرة الصحراء رايحين يريحوا دي سونتان داني آلاف السنين وما راحمش يروحوا. العرض السينمائي حضرته شخصيات وممثلين ونقاد اعتبروا السيناريو يحمل الكثير من الرسائل، ومع الأداء المميز للممثلين المحليين كان العرض خاصا. مباركة هي مباركة وجميلة وخديجة وعيشة وكل نساء الصحراء اللي كانوا يعانوا في هذه الفترة، بغينا نجسد ولو جزء بسيط من هذه الفترة والمعاناة المرأة في هذه الفترة. هذا واش كان يحكي الدور تاعي في الفيلم. نتمنى أني مستقبل زي إن شاء الله، نتمنى نلتحق قبل الممثلين نكون في بلاصتهم إن شاء الله. مواهب شابة ومبدعة اكتشفت خلال هذه العروض السينمائية التي أدرجت في إطار الاحتفال بستينية عيد الاستقلال، مما سيساهم في ترقية الصناعة السينمائية في بلادنا. رياضة الآن، ولحساب ذهاب الدورة التمهيدية الثاني لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، يواجه اليوم شباب بلوزداد خارج الديار فريق نادي أورانجرز سيراليوني ابتداء من الساعة 5. يذكر أن مواجهة الإياب بين الفريقين ستجرى يوم السبت 30 سبتمبر بملعب ميلود دهد في بوهران، فحظ موفق للشباب في هذه المنافسة إفريقية. كرويا دائما، لكن هذه المرة محليا واستكمالا لمباريات الجولة الأولى من الرابطة المحترفة، يلعب اليوم لقاء شبيبة الصورة أمام الضيف اتحاد بسكرة ابتداء من الساعة 8 مساء. هذا ولنفس الجولة فاز أمس فريق مولودية الجزائر بنتيجة عريضة على فريق نجم بن عكنون ب4 أهداف دون رد، فيما عادت شبيبة القبائل بالزاد كاملا من مقر
المهاجرة بعد فوزها على النجم المحلي بهدف دون رد. يا بيدو هاي كرة الهدف الثالث ربما الحكم يوسف بلهيلي يدخل داو او داو يدخل من تحت عمليات الهدف الثنائي الخطير لأن المنافس هو بقيمة وحجم وسمعة ومستوى مولودية تورات تسديدة والحارس والمرة الثالثة والهدف بهذا نأتي إلى ختام النشرة. شكرا على المتابعة، نلقاكم في تمام التاسعة بحول الله، إلى اللقاء.